اثيوبيا. خليني ارحب بدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الاسبق. مساء الخير دكتور عبد الفتاح. اهلا بحضرتك، اهلا بك فندم. تطورات والتصريحات الجديده لابي احمد اليوم حضرتك كيف تراها؟ طيب دلوقتي انا عايز اقول لحضرتك ان هي فيها يعني مجموعه من الرسائل ردا على رسائل سابقه وصلت اثيوبيا من مصر ومن السودان. يعني هو اتاخر شويه ابي احمد. تمام. هذا رد فعل نتيجه تصريحات مصريه وايضا سودانيه. ايوه فتح. طبعا فتح. هو دلوقتي الكلام اللي قاله النهارده اللي هو ان الملك سيكون في موعده هو كده بيخالف اعلان المبادئ اللي تم توقيعه بين الثلاث دول. نعم. الحاجه الثانيه ان على الرغم من انه لم يتم وضع طوبه في الجزء الاوسط من السد المفترض تعليته 30 متر. نعم. عشان يقدر يستطيع يحجز 13.5 مليار متر مكعب ميه. طبعا نوع الخرسانه المستخدمه في بناء السد هي الخرسانه المدموكه اللي في حاجه للطب والانشاء ووقت يعني انها تنشا. نعم. وفي حاجه انها توصل لتحمل الاجهادات عليها من ضغط الميه وضغط الطمس. نعم. فلو تم الصب يعني اليومين دول يعني وده وقت صغير بسبب قرار سياسي هذا الجزء من السد هيفضل نقطه ضعف دلوقتي وفي المستقبل ومصدر تهديد لسكان دول نقطة ضعف المين؟ نقطة ضعف المين؟ نقطة ضعف في المنشأ الهندسي ده من تمام نعم وبناء عليه هتحصل ممكن تحصل مشاكل لدول المصب اساسا السودان اولا وبعدين الجزء من التصريح ده انا ممكن اترجمه ازاي بقى؟ ايوه دي حاجة للاستهلاك السياسي المحلي داخل السودان تمام لان في انتخابات تشريعية في شهر يونيو اللي جاي طبعا هتبقى بدون التجري عشان اقليم التجري مفروض عليه حاله الطوارئ هو التزامن مع الانتخابات الداخليه الاثيوبيه دي نقطه الحقيقه ده الخطر يعني الحاجه الثانيه وده اللي بيخدمه داخليا الحاجه الثانيه الاورومو اللي هي الاغلبيه قالوا ان احنا مش هنشارك في الانتخابات ديت ما لم يتم الافراج عن المعتقلين السياسيين الموجودين نعم فانا لدي شك في ان عمليه الملء الثاني دي تتم هذا العام لانه في تصريحاته برضه قال ايه النهارده؟ قال ان سد النهضه يعتبر مشكله كبيره تواجه اثيوبيا ماليا وسياسيا ودبلوماسيا يعني هو بدا يستشعر الضغوط اللي جايه عليه من مصر ومن السودان ومن المجتمع الدولي كمان في قضايا داخليه ثانيه موجوده في اثيوبيا بس هو قال حاجه يا دكتور عبد الفتاح خليني اكمل بعد اذن حضرتك عطفا على حضرتك بتقوله قال النهارده ابي احمد ان بلاده لا تريد حربا مع السودان مشيرا في الوقت نفسه ده سكاي نيوز انا بقول لحضرتك الخبر من سكاي نيوز مشيرا في الوقت نفسه الى ان عدم ملء سد النهضه في مواعيده هيكلف بلاده مليار دولار امريكي عدم الملء ايوه نعم. وهو تقريبا هو مش هيقدر يملأ يعني هو ده بيدي مقدمات لان انا اعتقد ان زي ما قلت لحضرتك ان في يعني وقت مطلوب عشان المنشا يتم الانتهاء منه ويتحمل القوه اللي هتيجي عليه نتيجه ضغط المايه ونتيجه الطمي في المستقبل يعني دي هو يعني يقول هنملى لا ده احنا لو ما ملناش هنتكلف طبعا المليار دولار دولت اللي هي يعني تقريبا العائد من الطاقه والغرامات اللي ممكن الشركات غرامات التاخير على ان هم مش قادرين يكملوا نعم المنشا يعني حضرتك تتوقع انه قبل الملء هيحصل جديد في التصريحات الاثيوبيه او خلينا نقول في التفاوض لا هو احنا دلوقتي انا اعتقد يعني ان مرحله التفاوض دي يعني اعتقد ان في سيناريوهات اخرى في الفتره القادمه دي ليه؟ لان هو دلوقتي رافض المقترح السوداني بتاع تشكيل الرباعيه الدوليه طب نعم. ليه هو رافض الرباعيه الدوليه؟ لان فيها واشنطن وفيها اتفاق واشنطن يعني هي فيها الامريكان وفيها الاتحاد الاوروبي وفيها الامم المتحده وكل دول كانوا باركم
الاتفاق بتاع واشنطن حتى في اجتماع مجلس الامن اللي عقد السنه اللي فاتت في شهر مايو السنه اللي فاتت. ايوه. وكان منهم روسيا ومنهم انجلترا وفرنسا وكلام بالشكل ده. هو دلوقتي رافض الرباعيه الدوليه. طبعا في الفتره اللي فاتت دي زي ما قلت لحضرتك ان هو وصلته رسائل، يعني مثلا زيارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد عبد الفتاح البرهان السودان في السودان. نعم. الزيارات المتبادله واللقاءات المتبادله اللي تمت دي والساده رؤساء الاركان، كل دي رسائل لسوريا المفروض انها تكون فهمت الرساله. هو النهارده طالع ولا كان يعني ولا كان في 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 مشكله موجوده يعني. أيوه. بس هو في وسط الكلام يعني بيقول بقى بعض كلمات احنا بنواجه مشاكل ماليه وسياسيه ودبلوماسيه في في الحل. فالرسائل اللي وصلت لهم خلال الشهر اللي فات. طب تتوقع ايه اللي هيحصل قبل قبل موعد الملء؟ يعني وفي تحليل حضرتك كده، تحليل حضرتك في غاية الأهمية، إنما يصل لإيه أو احتماليات إيه؟ لا، الاحتمالات كلها مفتوحة. أيوة. يعني أنا طبعا أنا بتكلم يعني احتمالات إثيوبيا. الاحتمالات طبعا هي دولة يعني طموحاتها أكثر من إمكانياتها. يعني الكلام اللي بيقولوه الأثيوبيين النهاردة ورفضهم للمجتمع الدولي ورفضهم حتى في المشكلة بتاعت التجري اللي هي الموجودة، أثيوبيا موقفها ضعيف جدا. يعني هي دلوقتي هشة فيما يتعلق بموقفها في سد النهضة ومواقفها الداخلية مع السكان الأثيوبيين. فأنا أتوقع وأنا أعتقد أن في رسائل ضمنية بين لما حدث الاجتماع بين السادة رؤساء الأركان واتفاقية الدفاع المشترك. نعم. اللي موجودة دي كلها رسائل بتقول احنا لن نسمح، مصر لن تسمح بتهديد أمنها القومي. تمام. ومن حقنا ان احنا نستخدم كل الوسائل المشروعة في الإطار ده. فدي قضية بتهدد الوجود وبناء عليه الدولة المصرية. نعم. وانا عندي ثقة في اللي انا بقوله في مؤسسات الدولة المصرية انها لن تسمح بهذا الملء ما لم يكن في اتفاق قانوني ملزم. نعم. والا لن يتم هذا باي طريقه من الطرق. باي طريقه يعني. نعم. وبناء عليه هو ابي احمد النهارده بيتكلم على حكايه المليار دولار. يعني هو بدا تصريحاته يقول لو اتاخرنا يبقى احنا هنخسر، يعني معناها ان انتم خسرتونا مثلا ولا حاجه زي كده. لان هو عارف العواقب بتاعه الكلام اللي هم عمالين يقولوه. نعم. اللي هم عمالين. صحيح. خلينا هنتابع مع حضرتك. بشكرك دكتور عبد الفتاح مطوع، بشكرك فندم، شكرا جزيلا.